فتح يا علي يا رزاق يا كريم، شوف لنا امير يا ابني كده مهاجمين في الشارع. مهاجمين منين يا عم عادل؟ احنا معانا مليون دولار بس، ده ما يجيبوش اي حد، ما يجيبوش حتى رجل نيمار. معلش يا ابني بس احنا دلع معانا على قدنا. ماشي يا عم عادل ماشي. طب بص في اتنين هم زبوننا هم، تعالى كده نهجم عليهم نشوف كده ايه نظامهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تيجي الاهلي يا ابني؟ ماشي حلو. ده الاهلي يا ابني بطولات. ماشي يا عم بطولات وحلو وكل حاجه. معاك كام؟ معايا مليون دولار. مليون دولار؟ تصدق وتؤمن بالله، انت بقول لك انك انت راجل كبير، انا كنت قلت لك كلمه وحشه. يلا يا عم امشي من هنا. طيب يا ابني ما تزقش. طيب شوف يلا يا امير المهاجم الثاني ده، الواد ده شكله حلو. السلام عليكم. عليكم السلام. انت ايه يا ابني جنسيتك ايه؟ انا برازيلي. انت برازيلي؟ برازيلي واسمر وترقصه سامبا؟ يا حاج تيجي يا ابني الاهلي؟ ده الاهلي بطولات. ما انا عارف يا عم الاهلي. طب تيجي؟ معاك كام يا حاج؟ معايا مليون دولار. يلا يا حاج اتكل على الله من هنا يا حاج، يلا امشي. شفت يا عم امير؟ ولا في مهاجمين عايزه تيجي ولا اي حاجه، ما انا معايا فلوس. ما يا عم عادل مليون دولار دي قليله قوي قوي.